عيد الفطر نقدم تهاني خالصة لكل الفنانين، كل الشعب الجزائري خاصة، وكل الأمة الإسلامية، ونقول لهم عيد مبارك، كل عام وانتم بخير، ينعاد علينا بالخير واليوم والبركات إن شاء الله. نحب نشكر كل فنانين الجزائر من شرقها لغربها جنوبها لشمالها، نحب نقول لكم كل عام وانتم بخير، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والخير إن شاء الله. بمناسبة عيد الفطر المبارك نقول للأمة الإسلامية والأمة العربية كافة، الشعب الجزائري خاصة وخصوصا الناس بسكرة، نقول لهم عيد مبارك وكل عام وانتم بخير إن شاء الله، سنة سعيدة عليكم. نتمنى بمناسبة عيد الفطر، عيد فطر مبارك لجميع الأمة الإسلامية والجزائريين وخاصة الفنانين، ونقول لهم بهذا اليوم دمتم على قيد الإبداع، وإن شاء الله تكون أيامنا فن، لأن عندما يسكت فنان راح تسكت أشياء كثيرة من هذا العالم. كل عام إن شاء الله وإحنا بخير والجزائر بخير، وصحة عيدكم لكل الفنانين خاصة، ولكل المواطنين، ولكل شعب الجزائر كامل إن شاء الله. تسر خلية الإعلام لنجوم الزيبان بهذه مناسبة عيد الفطر المبارك، يعني أن نهني جميع الموسيقيين والفنانين بصفة عامة على بالعيد هذا المبارك، ونتمنى إن شاء الله للأسرة الفنية والإعلامية ولكل الفنانين عيد سعيد وعيد مبارك لكافة المسلمين عبر التراب الوطني وخارج الوطن. بمناسبة عيد الفطر المبارك أريد أن أهدي تحياتي وكل التهاني والتماني إلى كل الفنانين والأصدقاء وكل الأحبة، وخاصة أبناء مدينة بسكرة الأعزاء والأحباب. ربي إن شاء الله يعاودوا علينا بالصحة والعافية والأمن والأمان لبلادنا، وبهذه المناسبة الطيبة إن شاء الله نتمناوها إلى كل الشعب الإسلامي، إلى كل الأمة الإسلامية وخاصة الشعب الجزائري، إن شاء الله يا ربي يتقبل منا قيامنا وصيامنا، وربي إن شاء الله يعطينا الأمن والأمان في بلادنا، وربي إن شاء الله يزيدنا الازدهار ويزيدنا القوة. بمناسبة العيد، عيد الصغير إن شاء الله نتمناو الخير لبلادنا، ونتمناو الخير لشعبنا إن شاء الله، نعيدوا بخير إن شاء الله على أمة محمد كلها، وعيدكم سعيد إن شاء الله كلكم، ونتمناو إن شاء الله الخير إن شاء الله لينا والمؤمنين إن شاء الله. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أتقدم بتهنية خالصة للأمة الإسلامية، وأقول لهم عيدكم مبارك سعيد، ولسكان ولاية بسكرة بصفة عامة عيدكم مبارك. بمناسبة عيد الفطر الكريم نتقدم بالتهاني الحارة لجميع الأمة الإسلامية والجزائرية خاصة. أتمنى لكل شعبنا الجزائري عيدا مباركا سعيدا، وأتمنى لكل إطارات المنظمة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني عيدا مباركا، وأبارك لهم وأهنيهم بكل نشاطاتهم على عبر التراب الوطني، ما كانوا يقدمون لأبناء شعبنا من ختان وإعانات في رمضان حتى يوصلوا لبصمة الخير، والخير يجمعنا دائما يا ابني، الخير دائما يجمعنا. وأتمنى أيضا لكل أمتنا العربية عيدا مباركا.